عمانية. سيد أرشد مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد أرشد. يعني هناك بعض الملاحظات التي أوردها الخبراء الأمنيون حول مشروع قانون الحرس الوطني، كيف تنظرون إلى هذه الملاحظات؟ شكرا جزيلا. لا شك هنالك مآخذ عديدة على هذا القانون، من خلال عدم وجود تنسيق متكامل للجيش العراقي أو للقوات الوطني أيا كان التسمية. نحن لدينا كمكون تركماني ملاحظات كثيرة عليه. الملاحظات التي أوردتها الجهات والتحليلات السياسية قد تكون تنم عن الجانب العسكري فقط، ولكن هذا القانون فيها بعد سياسي أيضا، لأن هنالك أطراف لا تريد صياغة هذا القانون إلا بالشكل الذي يساعد أو يعاون مكونه الذي هو يمثله. مثلا القانون كان يحتوي بالنسبة لمحافظة كركوك أنه أن تكون نسبة الحرس الوطني في هذه المناطق بنسبة 32% لكل مكونات المحافظة، 32% للتركمان، 32% للعرب وللكرد، وللمسيحيين 4%. ولكن ما أخذنا من المعلومات بأنه في مجلس الوزراء نوقش هذا الكلام، ويبدو أن هنالك ضغوطات على مجلس الوزراء بإزالة هذه الفقرة. الضغوطات حتما من الجانب الكردي. نحن لم نطلب هكذا، بل طلبنا أن يكون نسبة المشاركة التركمانية حسب الدستور العراقي والمادة 9 فيها أن يكون للتركمان دور في المؤسسة العسكرية بنسبة 32% في محافظات نينوى، كركوك، صلاح الدين، ديالى. هذه القضية هي التي تحدد مسار العملية الأمنية العسكرية والتوازن المكونات داخل المؤسسة الأمنية. أما أن نأتي ونجرد التركمان من السلاح ونجعلها عرضة أمام داعش والجماعات المسلحة، ومن ثم عندما نأتي لبناء المؤسسة الأمنية أيضا نفقد هذا التوازن، ولا يوجد هنالك قادة تركمان من يتمثلون في وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية، ونجعل التركماني عرضة سهلة أمام الجماعات المسلحة. هذه قضية تنم عن واقع لا تريد خدمة العراق ولا خدمة المكونات. أنا في كل مرة وعبر قناة الشرقية دائما أتكلم بنفس وطني وبنفس عراقي، ومعذرة من الشعب العراقي اليوم لابد لي أن أتكلم بالخصوصية التركمانية. أستميحهم عذرا لأنني أرى بأن التركمان يذبحون والحكومة والبرلمان تنظر إليها وكأنها لا يوجد هنالك أي شيء على المكون التركماني. طيب أنا أسأل القيادات الكردية، لماذا ترفضون تسليح التركمان؟ ما السبب؟ لماذا ترفضون تسليح التركمان؟ طيب رفضتم تسليح التركمان من الحكومة العراقية، الآن لماذا ترفضون نسبة مشاركة التركمان في الأجهزة الأمنية وفي كركوك وفي المحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى بنسب 32% للمكون التركماني؟ إذا كان هذا الجيش يمثل جيش العراق وحسب الدستور يجب أن يتمثل الجميع، أما إذا كان جيشا يتمثل فيه مكون معين ويطغى على مكون ولون آخر، هذا ليس جيش يمثل كل العراق، لأن هنالك البيشمركة حرس الإقليم يمثل الجانب الكردي فقط، وهنالك الطرف الآخر ينبغي أن يكون فيها نسب المكونات متساوية ومتماثلة. لذلك لدينا مآخذ كثيرة على هذا القانون، وهذه المآخذ لا يمكن تنكرها بهذا الشكل الذي تكون فيه تدريب لقومية ولمكون معين وإبقائها بدون سلاح أمام الجماعات المسلحة، ومن ثم نحاول أن نجمع شتات التركمان التي تشتتت من خلال الهجمات عليها من قبل داعش، كان في تل عفر أو في كركوك أو في دوس أو في ينجزة أو في أطراف التي جهولها والسعودية وخرطفة. كل هذه المناطق تعرضت إلى هذه الهجمات، والأخوة الكرد لا يقبلون بتسليحنا، والحكومة لحد الآن تغض النظر عن هذه القضية، وقانون الحرس أيضا فيها نوع من الشكوك
حول هذه القضية. أنا أحمل من اليوم فصاعدا قطرة دم لكل عراقي طبعا بشكل عام، ولكن اليوم أنا باعتباري وكيلا ونائبا عن محافظة كركوك وممثلا ورئيسا للجبهة التركمانية العراقية، كل قطرة دم تراق من المكون التركماني تتحملها من يرفض تسليحنا، تتحملها من يحاول أن يقسم العراق، تتحملها الحكومة وبعض البرلمانيين وبعض الجهات المستفيدة من عدم تسليحنا وعدم إعطائنا الفرصة في قانون الحرس الوطني. نعم السيد أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية، شكرا جزيلا لك.